السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. هذا مربط أخونا أبو أحمد الديري، هذا بضاعة أخونا أبو أحمد الديري. طبعا تحس حالك هنا يعني منطقة رعب خيوط، يضحك عليك التيس جدان ينقطع قلبك. هذا الفحل اللي عنده، الصلاة والسلام على الرسول، الفحل الشامي اللي عند أخونا أبو أحمد، ما شفنا مثله بالمنطقة، براسه علو صدره ده. الصلاة والسلام على الرسول. شوف ارتفاعه، بلوك بلوكتين، ثلاثة أربعة خمسة ست بلوكات، ست بلوكات يعني شباب يعني 120 سنتي ارتفاعه هنا من قبل راسه، من عند كتوفه ارتفاعه 120 سنتي. وهاي البضاعة، الصلاة والسلام على رسول الله. هذا المعز كله شامي يا شباب، ما شاء الله. ابتسموا، سبيستون، سنعود بعد قليل. مثلنا سعاد، شايف شلون؟ انتم في عالم الهالوين. ها شوفوا، الصلاة والسلام على رسول الله. معز شامي شباب، شوفوا هاي عنز شامية حمراء. الصلاة والسلام على رسول الله. ارتفاع عن الأرض 1 2 3 4 5 بلوكات، ارتفاعها متر، ارتفاعها متر. شوف هاي المعز ما شاء الله. أضرار، الصلاة والسلام على رسول الله. شوف أضرار ما شاء الله تبارك الله. أي نعم، وهاديات جدا جدا، هاديات جدا يا شباب. شوف ما شاء الله عنق، اللهم صل وسلم. الصلاة والسلام على رسول الله. ثلاثة هذنا بنات الفحل، الصلاة والسلام على رسول الله، مع أنه أمهات عاديات بيسموهن الفحل اللي عندك أخوي أبو طارق. الصلاة والسلام على رسول الله. وأي أمر أيام، ها ما صار يعني يومين ثلاثة. اللهم صل على محمد. ده ده أبو طارق ده. هذا الفحل الشباب، شايف؟ شايفين الشباب؟ ست بلوكات، الصلاة والسلام. شوف على المنظر ما شاء الله، شوف الله تبارك الله. وهاديات، شوف ايش قد قربت عليه، ما نكر ولا هذا شامي. الصلاة والسلام. هاي المعز الشامية، الصلاة والسلام. هاي حمرة ان شاء الله تبارك الله. لنا طليات اخوي ابو طارق، طبعا بس ابدا اشوفك خده. ده ده اخوي ابو طارق ده. الصلاة والسلام على رسول الله. تفرج، الصلاة والسلام على رسول الله، خلاص تبين بس. الصلاة والسلام على رسول الله. شوف الاذان، شوف عرض الوجه، شوف. الصلاة والسلام على رسول الله. هذا عمره ايام. امهات بلديات اخوي ابو طارق، امهات بلديات، وابوهن الفحل اللي عندك. تمام؟ امهات بلديات عاديات. الصلاة والسلام على رسول الله. خشانة ما شاء الله، داق ارتفاع 40 سنتي، عمره كم يوم؟ الصلاة والسلام على رسول الله. كله للبيع، كله معرض للبيع. في شيء، في شيء مخصص؟ هاي شايفها كيف؟ هاي بهن عشر ابو احمد؟ كلهن عشر، كلهن عشر، بس الكفالة الثنتين الأخيرة، الأخيرة ايش قد شنو وضعها؟ كله للبيع. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمراء هاي جدعمه، البظهرة خط. الصلاة والسلام. هاي أطيب شيء هاي. هي؟ إيه؟ سبحان الله. أيوه. لسه أول بطل. أي نعم. زينة ما شاء الله. إيش قد حاط ببالك أبو أحمد؟ أسعار؟ ما أنا بقول لك إيش قد كلفتني، ما أقدر. أي نعم. ما أريد تقول لنا إيش قد كلفتك، حط ببالك سعر. ماني. تعبتك يعني. أنت ابن حلال، ما قال يعني. الصلاة والسلام على رسول الله. يعني هي مشكلة الشامي، كل وحدة لها سعرها، ما تيجي من جنة. إيه. يعني شايف هاي، هاي مال أذان الجدرة، وهاي تنتين بال 500 دولار ماخذها. الصلاة والسلام على رسول الله. أخذ ب 1500 دولار اثنين، أي هي؟ هاي. هاي وهاي. عشان وجه وهاي. والمجدعات الثانية. الصلاة والسلام على رسول الله. هاي يمكن أخذتها ب 300. نعم. هذيك يمكن علي 300. البقعة خشنة والله ما شاء الله. ايه خشنة عالية. هي اللي دي. أول واحدة. عالية ما شاء الله. يا أخي الشامي إذا ما كان خشن ما هو شامي. لا في شغلة مطلوبة في الشامي. شايف الوجه؟ ايه. قعام. ها؟ ايه. ايه. شكل الوجه، جمال ايه؟ الوجه. القعام مع ال. القعام مع الشكل الجميل. ايه. شوف التيس هذا، أنا أخذ 100 هذا. ايه. شايف؟ بس. صح قعام بس مو بالجمال هذا، مو معطي جماليه مثل ذاك. ايوه اي نعم. هذا اخذته ميت. ليش الحمراء انظر من السوداء يا ابو احمد؟ دائما هيك شكل احلى. انا اللي اخذت من الحلال يحب السود اكثر من الحمر. والله المعز الشامي يعجبني الحمر اكثر. انا بابا وانا اروح وارجع لحبايبي.
شباب انا احب الغنم اكثر شيء من اي شيء ثاني يعني صراحه، يعني لا ما از ولا البقر، الغنم البركه والحب. الصلاه والسلام على رسول الله. هذا اخوي ابو طارق اخذناه على الجنب، هذا خروف نشوفك يا هذا ابن الفحل اللي انت اخذه. عمره كم يوم؟ شوف ارتفاعه اكثر من 40 سنتي، شوف وجهه، شوف عيونه، شوف اذانه، شوف عرض خشمه، عرض خشمه من هسه. هذا ابو طارق قصر البوز، قصر البوز مع علو الخشم. الصلاة والسلام على رسول الله. شوف ما شاء الله تبارك الله، شوف الصلاة والسلام على رسول الله. أم بلدية، ها أم بلدية، يمكن ما أدري إيش قد حاجة عادية من السجان. أين الصلاة والسلام على رسول الله؟ بس ضحك، شوف لي الجمال. الصلاة والسلام على رسول الله. لا لا الصلاة والسلام على رسول الله.